اخي انا ما عم بسمعك منيح. ما فيك تروح لشي محل هيك لك محل هادي شوي اسمعك. انا بس كنت بدي اطمن انه جوري من طرفك. ايه بس لك بس يلا روح الله معك روح. بكرة أول ما تفيقي تنزلي بتشوفي طبيب. ممكن ما بدها خلص أكيد من الجوع مهبوط ضغطه. أنا هيك ما بعتقد بس لازم تشوفي طبيب. أنا كنت فيني قلي بس أنا طبيب أطفال. معك حق. إذا بتحتاجي أي شيء أنا موجود تحت. يعني ببساطة بدي علي أو إذا بدك اتصلي فيني أعطيني رقمك لإلك لدق لك بيطلع رقمي عندك. المشكلة إنه ماني حافظ رقمي. طيب دقي لي إذا بتحبي بيطلع رقمك عندي دغري. 0944 يا ربي ما لازم تقله لأنه إذا قلت له بده يطلع عنده برايفت بدي أضطر أعطي الرقم. فصل خلصت البطارية بس مو مشكلة على كل ان الرقم تسيف صار عندي واصلا حفظته. خلص اذا حفظتيه انت وذاكرتك بقى بس اي شيء بيلزمك لا تترددي يعني اسألي اي شيء انا موجود تحت وقريب بس ممكن سؤال؟ تفضل. واضح يعني علاقتكم انت وسليمان يعني ما لا طارئة ما لا جديدة وواضح انه يعني لانه واحد واصل لدرجة انه عم يعطيكي بيته وانا بعرف سليمان كتير منيح اخي ومربيه تقريبا. انت من امتى بتعرفي؟ سليمان صديق قديم نحن صحبة من ايام الجامعة. تصبح على خير. وانت من اهله. بالعكس انا ابي احب على قلبي انه تعيش معي بس انه هيك فجأة هلا حليلة تتزوج. الو ايه جابر لك وينك انت؟ جوري هاي ها شرفتي على قيد الحياة. وينك؟ ليكني شبك؟ لك امك حيغط على قلبها لانه موبايلك مسكر. بعدين شو هذا الرقم طالع لي برايفت نمبر؟ لاني بحمص. بحمص؟ لك شو اخذك على حمص؟ شو عم تعملي بحمص؟ رحت مع رفقاتي كان. الو جوري لك وينك انت؟ لك شو عم تعملي بحمص؟ أهلين بابا ما في شي بس في مهمة صحفية بحمص فاض رحت أنا ورفقاتي لحتى نغطي ال... بس نحن مو هيك اتفقنا. اسمعي ليه إذا ما بترجع بغضب عليكي. ها أمي ببوس إيدك لا تحكي هالحكي مشان الله خلص خلصوني من هالقصة. هو مو موافق نحل الأمور برواق أنا ما عاد بدي إياه. ما تضغطوا علي الله يخليكي. وين أنت بحمص؟ بالأوتيل. أني أوتيل؟ ما بعرف ماما عم نتنقل من أوتيل لأوتيل لسه ما حجزنا بس أنا منيحة وكل شي منيح ما في شي هون الأمور رواق وكله تمام بس بوس إيدك حاجة تبكي. إن شاء الله بترجعي ما بتلاقيني. إيه؟ لك أمي ليش هيك عم تحكي؟ لك نحن من أمتى هيك كل واحد بيتصرف على كيفه؟ أه؟ شلون تحملي حالك وبتروحي على الخمص كأنه لا لك أهل ولا أم ولا أب؟ أه؟ أعطيني إيه جوري؟ قلي لي لشوف شو؟ بابا أرجوك اعذرني أنا ما رح أقدر أرجع البيت لأنه ماني راجع لفواز بترجاك توقف معي. أنا ما بحب أكسر لك كلمتك وأنت بتعرف ولا مرة عملتها بس بدك تساعدني. إذا أنت ما فهمت علي بابا ما في حدا تاني رح يفهم علي. الأمور هون كتير منيحة ورواق ما في شي عدل.
هلا بيروح على همسي وحصرتي. أنا آسفة، أنا جوري صديقته لسليمان. تفضل. نوم العوافي. رنيت لك قلت لحالي إذا فايق بسمع صوتك. لازم نام عشان صحصح وفكر شو بدي ساوي. أهلي وضمنتهم، الكمبيوتر بيحطني، بس لوين بدي أخده؟ لوين؟ أهم شي إنه ما حدا يعرف بالموضوع. شو لساتك فايقة؟ ما اجاني نوم. ليش؟ ما بعرف ليش يعني؟ الله يسامحك يا رفيق، الله يسامحك. على ايش؟ لأنك ما جبرتها ترجع. كأنك مانك عارفان شو عم بيصير بالبلد. قلت يا محاسن، يا محاسن أنا الآن مثلك وأكثر، بس شو بساوي؟ بنتك كبيرة وإلها شخصيتها وإلها تفكيرها، أنا ما بقدر أجبرها. بعدين أنا حاولت وأنت شفت بنفسك، الزلمة إجى خصوصي مشان نحل المسألة، بس هي معندي شو بمد إيدي على السماعة وبسحبها. بعدين يا محاسن على أيامي وأيامك كان في أهل تنسمع كلمته، هلا ما في كبير، ما في كبير. بعدين تعال شوف ليش لحتى نجبرها. يا اخي بدها تتجوز تتجوز، ما بدها تتجوز تصطفل بنتك وبتعرفيها وبتعرفي عقلها، ليش قلقاني عليها؟ تصبح على خير. بنتي من اهله. وين يا حجي جودي؟ راجع نام بس بدي روح اشرب. بابا جيبي لي ركوة القهوة بالله. من عيوني. يفقد مجلس التعليم العالي معايير حتى قبل ان ينجلي الدخان. القى حبيبته وجيء وهو شاع. تسلموا بابا. يلا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.